فهمي من أن اللغة والكلام لهما نفس المعنى اللغوي تقريبا، لكن النصوص الدينية لم تنسب صفة لغوي إلى الله سبحانه مثلما وصفته بأنه متكلم. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فعلماء المسلمين جعلوا الكلام دون اللغة صفة من صفات الله، ولكن ما هو كلام الله حسب ما يرونه؟ وهل اتفق علماء المسلمين أساسا على بيان تعريف كلام الله؟ وحتى نقرب العدسة أكثر على القرآن الكريم، نسأل: هل أن القرآن ألفاظه إلهية تنزلت على النبي صلى الله عليه وآله كما هي؟ علماء المسلمين كعادتهم اختلفوا في بيان تعريف كلام الله، حيث رأى بعضهم أن كلام الله هو نفسه القرآن بحروفه ومعانيه، ورأى الآخر أن القرآن دال على كلام الله النفسي، بينما رأى آخرون أن القرآن هو كلام الله والكلام صفة ثبوتية. فالسلفية المجسمة تعتقد أن كلام الله هو نفسه القرآن بحروفه ومعانيه، فبحسبهم لا كلام بلا حروف ومعاني، فهم من حيث الحقيقة واللب يعتقدون بأن الله يتكلم بلغة مؤلفة من كلمات، أي الألفاظ والحروف ومعاني. غاية ما في الأمر أنهم لا يصفونه بأنه لغوي كما يصفونه بأنه متكلم، لأن مثل ذلك لم يرد في نص ديني لا أكثر ولا أقل. الأشاعرة من جهتهم لما رأوا أن تفسير كلام الله بالحروف يقتضي الحدوث المنزه عنه سبحانه، اعتقدوا بالكلام النفسي، وهو عندهم صفة قديمة قائمة بالذات المقدسة كالعلم والقدرة، كما أنه مغاير للحروف والأصوات، فهذه الأخيرة دالة عليه وحاكية عنه، ومن ثم يكون القرآن بنظرهم دالا على كلام الله النفسي. يترتب على هذا المعتقد بطبيعة الحال أن لا تكون صياغة ألفاظ القرآن الذي بين أيدينا بنظمها العربي صياغة إلهية، أي من الله مباشرة، وإنما هي صياغة جبرائيل عليه السلام بتعليم الله إياه، وهي تحكي الكلام النفسي الذي يتصف به الله سبحانه بحسب المعتقد الأشعري. وقد رد علماء سائر الفرق الأخرى ومنهم علماء الشيعة على معتقد الأشاعرة بالكلام النفسي، بل اعتبره السيد الخوي مجرد خيال لا دليل عليه. أما الشيعة والمعتزلة يعتقدون بأن الكلام صفة فعل لا ذات، حادثة لا قديمة، ومعنى كونه سبحانه متكلما بنظرهم هو أنه أوجد الحروف والأصوات في الخارج في مخلوق من مخلوقاته. كذلك هم يعتقدون بأن القرآن الكريم كلام الله، ويربطون بين هذا الاعتقاد وبين الاعتقاد بصفة الكلام التي يتصف بها سبحانه. من جهة ثالثة هم يرون أن إعجاز القرآن يرتكز على جانبه اللغوي، بل ويربطون بقاء الإعجاز ببقاء الأمة العربية ومعرفة خصائص لغتها بالذات. وإذا كان الله متكلما والقرآن كلام الله وإعجازه في لغته، فمعنى ذلك بكل وضوح أنه سبحانه يتكلم بلغة، وهو بالضبط ما انتهى إليه السلفيون. هذه النتيجة الحتمية غير صحيحة باعتقادنا لعدة أسباب. السبب الأول
أن اللغة فرضتها حاجة الإنسان، فهي وسيلة للتفاهم والتعلم والتواصل وإنجاز الأغراض كما تقدم. والله سبحانه غني مطلق ومنزه عن الفقر والحاجة. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وثانيا، فإن حاجة الإنسان إلى اللغة باعتبار محدوديته وغياب أغلب الأشياء عنه وعدم حضورها عنده بوجودها، فيحضرها ويعلم بها من خلال التعامل مع رموزها وما يدل عليها من ألفاظ. لكن الله سبحانه لا يغيب عنه شيء، وجميع الأشياء حاضرة عنده، ولا يعزب عنه مثقال ذرة. قال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بل إن الإنسان نفسه رغم فقره وحاجته يستغني عن اللغة أحيانا لانتفاء الغرض منها والحاجة لها أصلا. وإذا كان حال الإنسان كذلك في استغنائه عن اللغة في بعض معارفه، فما بالك باللامحدود المطلق والغني المطلق ومن لا يغيب عنه شيء أبدا. والسبب الثالث، أن اللغة المنطوقة والمكتوبة لا تكون إلا بحروف، ثم تتألف الحروف لتشكل الكلمات، ثم الكلمات لتشكل الجمل كما هو معلوم. يضاف للغة المنطوقة مسألة الصوت وكيفية حصوله وتحققه في الخارج، وهو أمر تدرجي ولا يحصل دفعة واحدة بداهة. وكل هذه الأمور هي صفات للموجودات الحادثة والممكنة، والله سبحانه منزه عنها بكل تأكيد. وأخيرا، فإن وسائل التعلم والتواصل في العوالم العلوية أرقى وأكمل قياسا بوسائل التفهيم في العالم الجسماني، وتنسجم تماما مع رقي وتطور تلك العوالم، وبالتالي فهي في غنى عن جميع لغاتنا الأرضية. فكيف بالله سبحانه وتعالى، وسوف نتطرق لهذه النقطة بتفصيل أكبر في الحلقة القادمة، أليس واضحا لعلماء المسلمين أن سبيل الوحي أغنى أنبياء الله وحججه جميعا بعلوم ومعارف ما لم تغنينا إياه جميع لغات العالم مجتمعة؟ بل ويعتبرون هذا السبيل للتعلم الأساس الذي يستندون إليه، ولولاه لنفد ما عندهم. نعم، احتاج الأنبياء وحجج الله عموما إلى اللغة في إيصال ما عرفوه من الله من خلال وحيه لهم وإيصاله للبشر، لأنها أي اللغة السبيل المتيسر للتعلم والمعرفة والتفهيم بالنسبة إلى أغلب الناس في هذا العالم المادي. فاللغة عموما، ومنها لغة القرآن أو أي كتاب إلهي مقدس، أمر فرضته طبيعة المتلقين والمواجهين للرسول الإلهي لا غير، وإلا فلا فرق بالنسبة له سبحانه أن يكون كتابه بأي لغة كانت. إذن فما هي حقيقة لغة العوالم العلوية، وما حقيقة القرآن الكريم والكتب المقدسة عموما؟ تابعونا في الحلقات القادمة لمعرفة الجواب.